أصيلي سوزاني 2 minutes good for you مزيان عليك مزيان good سلام خولة نتمنى على تكوني مزيانة سلام لكم كاملين نتمنى على كلكم تكوني في أمان الله سلام فتيحة Alors, salam alaikum. Salam alaikum, Sida Diaz Souira. Salam alaikum, Jenni'an. Alors, قبل ما نبدأ ونقدم الضيفة ديالنا، أنا بغي أولاً نسلم عليكم كاملين ونخبركم أنه كيف ما كنا وعدناكم في اللونش ديال هذا البروغرام ديال هذا البرنامج هذا، وأنه عندنا كل ثلاث غادي يكون عندنا السيشن ديال حوارات دوارتك، دوارتك توكس، اللي كيف ما سبق وخبرتكم بها، تيكون فيها عندنا ضيف او لا ضيفه وفي الاغلب الغالب احيانا كتكون عند الضيفه اللي كيكون عندها يا اما كتجي باش كتشاركنا معها معنا الخبره ديالها التجربه ديالها مثلا في المجال ديال المقاوله يعني الجورني ديالها من اللي بدات حتى اليوم كيفاش تشارك معكم ايضا يعني التشالنجز ديالها المسار ديالها من اللي بدات المقاوله ديالها بجميع الحيثيات ديالها أو لا كيكون عندنا ضيفة أو لا ضيف من جانب مؤسستي يعني مؤسسة حكومية أو لا شيء من هذا القبيل هذا اللي أيضا كيجي أيضا باش يشارك معنا الخبرة ديالو أو لا المسائل اللي ممكن تنفعكم في المسار المقاولاتي ديالكم بالحال بحال العادة دائما ديالنا الحصة الأولى ديال حوارات دوارتك تيكون معنا فيها عضو من المجلس ديال دوارتك يعني واحد من البورد ممبرز ديال دوارتك واليوم شرف كبير لنا أننا ماشي فقط غادي نستقبلوا واحد من اولا سيده من البورد ديال دوارتك وانما غادي نستقبلوا الرئيسه الحاليه ديال دوارتك سوزان اللي من بعد غادي نخليها هي تقدم بنفسها بالطريقه اللي بغات تقدم بها نفسها سوزان ماشي هنا اليوم فقط بالصفه ديالها انها الرئيسه ديال دوارتك وانما ايضا بصفتها مقاوله يعني ملهمه شي از وان اوف ذا انسبايرين انا فور مي فور بوث فور بزاف الناس شي از وان اوف ذا موست انسبايرين وومن اند انتربرينورز اللي كاينين عندنا في المغرب تبارك الله
كتشتغل في واحد المجال اللي هو يعني مجال مهم جدا اللي هو الامن السيبراني، اللي غادي تحاول تكلم لكم عليه كيفاش دخلت هذا المجال هذا، واللي هو واحد من المجالات اليوم اللي فيها بزاف يعني ديال الاوبورتونيتيز، وفيها بزاف ديال الحوايج اللي ربما الناس ما كيعرفوهاش. سوزان ماشي فقط مقاولة عادية، لأنها أيضا يعني واحدة من المقاولين ولا المقاولات اللي كيشتغلوا أيضا في المجال الخيري في المغرب، حيث أنهم عندهم مساهمات كبيرة يعني كمقاولة أيضا في المجال ديال كيفاش كتقدم إعانات للناس، لا مقاولين أو لا غير مقاولين. غادي نخليها من بعد تضرب مع الشركة ديالها اللي هي كتسمى نيفو تكنولوجيز، اللي هي مختصة في الميدان ديال الأمن السيبرياني. ما غاديش نطول بزاف، لانه انا متاكد انه اليوم اللي عندها الشرف تتكلم بزاف وتشارك معنا التجربه ديالها هي سوزان، وبالتالي غادي نخلي لها نعطيها الكلمه، واكيد غادي كما العاده غادي نخليكم انكم تفاعلوا، تكون انتراكشن ما بينكم وما بين سوزان، لانه هي واحد السيده اللي عز عليها الانتراكشن، كتبغيها ما تبغيش تفر بوحدها، لان من بعد غادي تنتظر الاسئله ديالكم وغتكون سعيده جدا انها تجاوب على الاسئله ديالكم وعلى التفاعلات ديالكم. فسوزان The floor is yours. تفضلي لك الكلمة. شكرا شكرا بزاف سي احمد، ومرحبا بكم. ونحر كبير هذا، انا واحد الفخاز بالدارجه اللي عزيزه لي بزاف، نحر تبوزي اللي انا معكم، وما بزاف ديال البنات تفرقل عليكم اللي كتحلموا باش ديروا الشركات ديالكم، باش تكبروا الشركات ديالكم، وانا فرحانه بزاف باش نكون معكم. غادي تسمح لي شويه، انا الدارجه ماشي لغه اساسيه ديالي، انا امريكانيه مزيده في اوهايو، كبرت حياتي كلها في امريكان، ولكن هذه تقريبا 15 عام وانا ساكنه في الرباط وكنخدم في المغرب. وبينصر باش نسكن في المغرب انا تعلمت الدارجه وكنهضر بالدارجه وانجليزيه وفرنسيه وفصحى شويه، فصحى واخا قريتها اكثر من الدارجه كتجيني ثقيله. ايوا غادي نتحاول اليوم باش نهضر معكم بالدارجه، ولكن الا كاين شي حاجه ما فهمتوهاش ولا خاص السي حمار ولا الافرع يعاونوني باش يترجموا شويه. ولكن نهار كبير وانا فرحانه بزاف، لقاش قالوا لي الغالبيه ديالكم جايين من جدي الصويره، انا واحد البلاصه اللي عزيزه ليا بزاف في المغرب، عزيزه ليا بزاف في المدينه ديال اسويره، وعزيزه ليا كنعرف بزاف ديال الريجون ديال اسويره، لقاش عندي الاصل ديال راجلي جوزتي اصل ديالها من واحد البلاصه سميتها سيدي عيت عيسي الخميس في جي ديال تامانير، ودوزت وقت بزاف في البلاد، وعندي واحد الحلم اليوم غادي نحضر على كيفاش توصل الحلم ديالك. عندي واحد الحلم لان واحد النهار غادي ندير لكم هاد البريزنتاسيون حتى بالتشلحيت، عندي واحد الحلم باش نتعلم تشلحيت، مازال ما جاليش الفرصه باش ندوز مده طويله في البلاد باش نتعلم مزيان. دابا كنعرف غير ميكي ميك ماشي بزاف، ولكن ان شاء الله شي نهار ان شاء الله غادي نديرو غادي نعاودو هاد الشيء حتى بالتشلحيت ان شاء الله. ايوا انا غادي نبارطاجي معكم واحد البريزنتاسيون غير باش نوريكم شي صورتو واحد الصور اللي بغيتكم تشوفوهم، باش نوريكم شويه ديال الطريق ديالي اون طونك انتربرونوز، كيفاش درت، كيفاش بديت الشركه، كيفاش وصلت لداكشي اللي الحمد لله وصلت ليها دابا في حياتي. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تقدر تستفدوا منها شي حاجه اللي شفتوا نتوما في الجريبه ديالي اللي غادي عندك حتى نتوما في الجريبه ديالكم ان شاء الله. غندير سكرين شير بلاتي صافي سي بون. كتبان لكم دابا واحد باوربوينت، كتبان البريزنتاسيون صافي. انا بغيت يوم بغيت نبدا واحد الفراز اللي عزيزه عليا بالانجليزيه وغادي نترجمها. Don't call it a dream, call it a plan. ما تقولش لي انا عندي حلم، قولي عندي ان بلان، عندي شي حاجه، ماشي غير شي حاجه اللي كنحلم بها وكنقول غير يكون مزيان الا وصلت لها، لا، قول عندي شي حاجه في راسي بغيت نوصل لها وعندي ان بلان كيفاش غادي نوصل لها. هذيك هو واحد المساج مهم اللي بغيت ندوز لكم اليوم ان شاء الله.
ان فاش كنهضر على شي حاجه اللي كنحلموا بها، الاول حاجه اللي انا في التجربه ديالي كان مهم بزاف، خاصك فاش كتفكر في داك الحلم ديالك في المستقبل، خاصك تقول علاش، ماشي غير انا بغيت نوصل لشي حاجه ولكن علاش انا بغيت نوصل ليها. كاين الناس اللي كيقولوا انا ان شاء الله غادي نطلع للشركه ديالي، غادي نولى انتربرونوز، غادي نخدم بزاف باش نوصل لشي حاجه. وواحد الحاجه اللي هو مهم بزاف اللي الناس كيقولوا بغيت نوصل ليها، كيقولوا بغيت نوصل للفلوس، بغيت ندير فلوس بزاف، بغيت ندخل فلوس، بغيت نكون سكسس بالنسبه ديال فينانس وداكشي. ولكن انا ديما كان عندي واحد الافكار في قلبي، وواحد ديك الافكار هي اللي خلاتني باش نوصل للبلاصه فين وصلت دابا. بالصحه والراحه انا كنت بغيت نوصل لشي حاجه في البلان فينانسيير ديالي، ولكن ماشي انا كنقول انا هذيك السيده اللي كاينه في الليسر، ماشي السيده اللي كاينه في اليمين اللي كتهز الساكن وداكشي وتقضيها وعندها رولكس وعندها هذا. لا، انا بالنسبه ديالي انا ديما كان عندي الافكار لان الفلوس هو الحريه. الى وصلت لواحد النيفو فينانسيير غادي يكون عندي الحريه ديالي باش ندير اللي بغيت في حياتي، باش حتى انا خدمت بزاف في حياتي، خدمت في الكوتي اسوسياتيف، خدمت مع بزاف ديال الجمعيات ووقفت مع بزاف ديال الناس. وواحد الوقيته انا قلت انا خدمت تقريبا 10 سنين خدمت في لي او ان جي، في لي اورغانيزاسيون ا بوت نون لوكراتيف، وكنت كنقول انا كنخدم باش نعاون الناس، باش نسجل الناس، باش ندير بزاف ديال الحوايج مزيان في حياتي. وواحد الوقيته وصلت لشي حاجه في قلبي قلت شوف، باش ندير الخير اللي بغيت ندير في العالم ماشي خاصني نخدم في انسوسياسيون بوت نون لوكراتيف. انا بغيت نوصل لواحد الحلم اللي انا عندي فلوسي وانا المديره، والخير اللي بغيت ندير قدر نديرها بفلوسي، ماشي خاصني نمشي ونطلب الفلوس ولا بورتير دو فون وداكشي. بغيت نوصل لشي لواحد النيفو في حياتي اللي انا الا بغيت نعاون شي واحد نقدر نعاونهم، الا بغيت نبدا شي بروجي غادي نبداها. وهذيك هو ديما كان الافكار في راسي، ماشي غادي نوصل لفلوس باش نسكن في الدار زوين ويكون عندي طوموبيل زوينه ونلبس الحوايج زوين. لا، بغيت نوصل لشي حاجه باش نوصل للحريه، باش نوصل لواحد واحد المستوى اللي انا الا بغيت نخدم في شي حاجه واخا ما غاديش نكون مخلصه فيها، غتكون عندي الحريه باش ندير داكشي اللي بغيت. هذاك هو ديما كان الحلم ديالي. باش نبدا واحد القصه اللي مهمه بزاف الا بغيتي تفهم الطريق ديالي انا بيرسونيل. انا عندي ماما وبابا توهما كانوا دي زونتربرونور. عندي ماما وبابا بداو ثلاثه ديال الشركات مجموعين. اول شركه كان بابا هو الرئيس وماما هي النائب الرئيسه، وفي الشركه الثانيه تبدلوا، ماما هي كانت الرئيسه وبابا هو كان النائب الرئيسه. وإوا كبرت في واحد مع واحد العائله اللي كانوا كيشجعوني بزاف باش نخرج باش ندير الشركه ديالي وداكشي. ولكن فاش كنقر كنرجع كنشوف هذيك الصور اللي كاين هنايا، انا كان عندي داك سيت تقريبا 8 سنين ولا شي حاجه مع جداتي الله يرحمها. وجداتي كنفكر فيها بزاف دابا. جداتي كانت ساكنه في امريكان في واحد الوقت خايبه بزاف، كانوا كيقولوا ليها ذا جريت ديبرشن في لي زاني 30 40 في امريكان. كان واحد الكريز كبير في امريكان، وبزاف ديال الناس ما كانش عندهم الفلوس باش ياكلوا، ما كانش عندهم الفلوس باش يعيشوا، مشاو ليهم الخدمه، كانوا كيسوفري بزاف بزاف بزاف. وجداتي كانت واحدة من 13 ديال الدراري، كانت 13 ديال أخواتها. وفاش وصلت 14 سنة والدين ديالها ما كانش عندهم الفلوس باش يأكلوا الدراري، وخرجوا جداتي على 14 عام، خرجوها من المدرسة
وصفتوها 14 عام 13 عام بعد 13 عام صفتوها باش تخدم عند الناس في الديورهم. 13 عام هي كانت كتخدم خدامة عند ناس سبتوا عن شي ناس بعيد في العائلة وخرجوا من المدرسة ومشات وكنت كتخدم في الدار. وفاش كنشوف الاستوار ديالي بيرسونال كنشوف داكشي اللي داز على جداتي وكيفاش هي واخا الحال ديالها كانت صعيبة وكان عندها بزاف ديال المشاكل، الخدمة اللي درات وشنو درات باش هي تقرا ولادها. هي سبق لها كان عندها 8 ديال الولاد ومات ليها الراجلها الصغير وهي كبرتهم كاملين. فاش كنشوف هذيك القصة كنشوف واحد الجن اللي كان في هذيك الايالات، اللي كان في جداتي، اللي كان في ماما، اللي انا كنقول انا الحمد لله انا جيت في هاد لا جينيراسيون، لان هذيك الايالات اللي كانوا قبل مني ضربوا تمارة بزاف باش يشجوني باش انا نمشي قدام. وهذيك الصور فقاديه واحد لاسوسياسيون انترناسيونال سميتها واي بي او، هادي واحد لاسوسياسيون ديال لي شاف دونتربريز. خاصك تكون شاف دونتربريز، خاصك تكون في عمرك اقل من 40 سنه، وخاصك دير شيفغ دافير مينيموم ديال تقريبا 10 مليون دولار في العام. انا في البدايه ديال الكارير ديالي فاش عاد بديت شركه تلقيت مع واحد الناس ديال واي بي او وقلت لهم شوف واحد النهار انا غادي نوصل، انا غنكون ممبر ديال لاسوسياسيون. وقالوا لي ومزيان مزيان مزيان، والحمد لله داز 10 سنين تقريبا وانا وصلت كبرت الشركه، وصلت للنيفو اللي انا نقدر ندخل انا ممبر ديال واي بي او. هذه تقريبا عامين دابا وانا جو في بارتي ديال اسوسياسيون واي بي او. هذه غير واحد مثال ديال واحد الحاله اللي كان عندي، اللي فاش كنشوف هذيك الصور ديال جداتي كنقول جداتي واش معمره تقدر تحلم، لان بنتها غادي تدخل في واحد الاسوسياسيون اللي سميتها واي بي او باش تعرف لو بوفوار دان غاب. لي غاب اي سون هايبر فورت. فاش كتحلمي في شي حاجه وكتخدمي عليها تقدر توصل لبزاف بزاف ديال الحوايج. وانا في حياتي كنشكر بزاف الايالات اللي جاوا قبل مني اللي عاونوني باش نوصل للبلاصه فين انا وصلت لها دابا. حتى في الشركه ديالي شوف حنا عندنا واحد النقطه في امريكا كنقولوها، كنقولوا لي انا حنا بدينا في الكراج، شي شركه اللي بدات في الكراج. باسكو بزاف ديال الشركات اللي كانوا في كاليفورنيا في سيليكون فالي كانوا غير بداو في الكراج ديالهم. وحنا كنموت بالحق لقاش حنا بالصحه فاش بدينا الشركه. انا بديت الشركه في 2008 في المغرب وحنا بصح بدينا في الكراج. انا داك سي الراجلي مغربي ولكن هو كان 13 عام في امريكان، هو خشد الباك ديالو مشى لامريكان، كان غريبه قديمه في امريكان. وفاش تلقينا انا كنت ساكنه في المغرب وهو كان ساكن في امريكان. كلشي كيقولوا لي انت جيتي سكنتي في المغرب لقاش راجلك مغربي، كنقول لا الراجل هو اللي جا للمغرب على حسابي، انا اللي كنت في المغرب وهو اللي جا قاليا. حنا فاش بدينا بصح بدينا في الكراج. حنا كنا ساكنين في امريكان، انا من كنت هنايا واحد العام ورجيت لامريكان، جوجنا في امريكان. وانا ما عجبنيش الحال في امريكان، شفت لي انا كانوا بزاف ديال الفرص في المغرب وقلت انا بغيت نرجع للمغرب وبغيت ندير شركه ديالنا في المغرب. رجينا للمغرب في 2008 وديك الساعه بدينا فريمون من زيرو، بدينا من زيرو. حنا كان عندنا واحد الافكار واحد الحلم ديال داكشي اللي نقدر نديرو في المغرب، ولكن ما كانش انا اون افي با لي مويان فينانسيير باش نبداو ان غران انتربريز. يلا بدينا نتفاهموا مع شي ماروكان. الوغ فاش بدينا هاد الصور اليساريه حنايا بصح بدينا في الكراج ديال مي بو بيرون ديال ولادين ديال راجلي. حنا فاش جينا سكننا معهم جينا الكراج واحد تقريبا عام كان عندنا السياج سوسيال، السياج ديال الشركه بديناها في الكراج. حنا قدينا الكراج زوين، عاودنا الزاديج، عاودنا كلشي، درناها بحال مكتب ولكن سيتي ان كراج، بدينا في الكراج. وحنا تما فين بدينا في 2008 والحمد لله كبرنا. هذيك الصور الثانيه سي لو بيرو
بون حقيقه سي لو ثوازيام بيرو، درنا واحد البيرو صغير واحد الاستوديو في اكدا الفرباط، ومن بعد الحمد لله كبرنا وكرينا واحد لاطاج بيرو، هذيك هي الصور الثانيه، هذيك لاطاج بيرو اللي كرينا في الرباط. وصلنا داك السيل واحد تقريبا كنا واحد 10 ديال الناس ولا 15 ديال الناس اللي كانوا معنا في الشركه خدامين معنا. والحمد لله داك الصور اليمنيه حنا هذه عامين دابا بنينا واحد المكتب ديالنا خاص ديالنا في حريان في الرباط، والحمد لله الحمد لله اليوم عندنا واحد تقريبا 40 واحد اللي تيخدموا معنا. و هذه فريمون باش تقول لي انا في 10 سنين تقريبا 12 عام حنا مشينا من الكراج لواحد البيرو تبارك الله زوينه ومرحبا بكم الى جيتوا للرباط كلكم بيان فينو، تجي طلع عليا انا نورصف لكم لا لوكاليزاسيون وتجي عندي في الرباط ونوريكم البيرو ديالنا وشنو كنديروا. هنا حنا لا سوسيتي نيفا تكنولوجيز كنخدموا سيرتو دون لو دومين ديال السيبر سيكوريتي. حنا شفنا لي انا كان بزاف ديال لي زاديتور دو سوسيون ديال السيبر سيكوريتي اللي كانوا معروفين في امريكا اللي ما كانوش كاع في المغرب. الو حنا في البديه شنو كانوا كندير، كنا كنعيطوا لشركه في امريكا كنقول لهم حنا بغينا ناخذوا ان كونتراكت دو ديستريبيوشن باش نبيع لي برودوي ديالكم في المغرب. وبزاف منهم ما عمرو ما كانواش كيعرفوا المغرب، بعدا ما كانش عندهم دي بروجي في المغرب، وكيقولوا لي صافي الا بغيتوا تخدموا بالبرودوي ديالنا بغيتوا تبيعوهم مرحبا بكم. الو انا كومونسي بحال هكا بدينا نسيني لي كونتراكت ديستريبيوشن، والحمد لله مع الوقت هنا انا اريفي ا كوميرسياليزي با مال دي برودوي دو سيبر سيكوريتي امريكان كنبيعهم هنايا في المغرب وفي الافريك فرانكوفون ماشي غير في المغرب. اوجوردي عندنا واحد عندنا دي بروجي في تقريبا 8 ديال 10 ديال البلدان في الافريك. عندنا لي بروجي مالي مثل مالي بنك ماروكان اللي عندهم لي فيليير في لي زوتر باي، مع ماروك تيليكوم اللي عندهم اتصالات المغرب اللي عندهم لي فيليير في لي زوتر باي. والحمد لله اليوم ما كنخدموش غير في المغرب، انا لا سياج ديالنا في المغرب ولكن كنخدموا حتى في الافريك سورتو الافريك فرانكوفون، بقاش كاين علاقات مزيان بين المغرب ولي زوتر باي افريكون افريك فرانكوفون. انا غادي اللي بغيت نخلي لكم اجوردي هذيك واحد المثال اخر اللي عزيز عليا. The distance between your dreams and reality is called action. كت حنا يوم حنايا بغينا نوصلوا حنايا، والحاجة الوحدة اللي غادي وصلنا من هنا لحنا هي الاكسيون، هي العمالة. وحدك العمالة دي فوا ماشي سهلة. ان هذيك التراك ديال ان انتربرونوز سي با توجور فاسيل، ماشي ديما سهلة. دي فوا غادي تحسي راسك بلوكيا وتقدر تحس براسك صافي وصلت للحد ديالي ما قدرش نزيد قدام. ولكن بالنسبه ديالي كاين عربه ديال الحوايج اللي يقدر يعاونك بزاف 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 باش توصل لهذيك الحلم اللي عندك. حاجه الاولى هي كلاريتي. كيف غنشرح لكم انا هاد واحد الافكار اللي عندي مهم، الا كتعرفي طبط فين بغيتي توصلي ان شاء الله غادي توصلي. الا عندك بحال شي حاجه تقدر تشوفها، تقدر بحال دابا فيجن اكزاكتلي بحال تقيس وتسد عينك وتقدر ايماجيني اللي كتكوني في هاد الشركه ديالك اللي غادي تبني، كتشوفي هكا وبحال كتشوف هذوك الناس كيف غادي يكونوا كيف غادي يخدموا شنو اللي غادي يديروا. نهار اللي انا تقدر عندك هذيك كلاريتي ديال فيجن اللي انا تقدر فريمون تشوف داكشي بحال هي قاين قدامك، ديجا واحد 50% ديال الخدمه درتيها. هذيك مهمة حاجه. دي فوا حنا كنخدموا ولكن ما كنعرفوش علاش كنخدموا، ما عرفناش شنو كنديروا الخدمه وما عرفناش شنو بغينا نخرجوا من هذيك الخدمه. هذيك شي حاجه مهمه وكنقول لكلشي خاصك تبلوكي الوقت. انا كندير انا في البلانينغ ديالي الاجندي ديالي تنبلوكي واحد الكرينو، كنقول هذيك الكرينو ديالي انا اللي انا غادي نقيس
وغادي نفكر في المستقبل، غادي نفكر على فين غادي نوصل. انا مره في السيمانه عندي واحد لقيتها كلشي كتبان لي ولا ان عندي شي اجتماعيه ولا شي حاجه اللي انا ماشي ديسپونيبل، ولكن هذاك الوقت غير مع راسي كنجلس غير مع راسي وكنجلس وكندير هذاك وهاد لي زيكسيرسيس باش نفكر في المستقبل شو بغيت نشوف، وكنكتب وكنرسم وهذا. وهذيك مهم بزاف، لقاش نهار لي انا ما بقاش عارفه غاسك فين غاديه ما عمرك غادي توصل. هذيك شي حاجه واحد افكر عندي مهم بزاف. ثاني حاجه، ناس كيبقروا بزاف في الكومبيتيشن، شو هما لي كونكورون ديالي. هي مزيانه، خصك تعرف شنو هما اللي كيديروا نفس الخدمه اللي كندير انا، كيف هما كيمشوا عند لي كليون، شكون لي كليون ديالهم، واش هما غالي عليا ولا رخيص عليا. هذاك مهم مهم، ولكن في نفس الوقت كنقول ماشي مهم. الا كديري شي حاجه ولا عندك واحد الكونسيبت ولا عندك واحد الافكار لان الاخرين ما عندهمش، ما عندكش كونكورون. كنقول بحال فاش كتكون فاش يسبق، فاش شحال فاش كتكوني في الدوزيام ولا الثوازيام ولا الكاتريام بوزيسيون، ديما كتشوف هذيك اللي قدامك وتبغي توصل ليها. ولكن الا عندك شي حاجه جديد، شي حاجه ديفيرون، شي حاجه الاخرين ما عندهمش، غادي تكوني ان شاء الله ديما قدامهم، وما خصكش تشوف كاع في اللور، غادي تشوف غير راسك فين غادي. لقاش انت عندك شي حاجه اللي هما ما عندهمش، غادي تكوني ديما قدامهم ان شاء الله. الثوازيام شوز اللي بغيت نهضر عليها سي البالانس، ليكيليبر. حنا كنقولوا لان باش تطلع شركه باش توصل شي حاجه في حياتك، حنا باش نرجعوا لهذاك الافكار ديال سبق، ماشي سبق ديال 100 متر، سبق ديال 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 ماراثون. ومره خاصك تزيد في الصوره ومره خاصك تنقص في الصوره. الا بغيتي تخرج انت الاولى في هذا الشيء، خاصك ماشي ديما غادي 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 غادي، خاصك دي فوا تبقى وتحبس وتنقص الصوره وما تمشيش في الجريه بزاف 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 حتى صافي ما بقاش تقدر تجري. انا شفت بزاف ديال الناس اللي كيبداو في الشركه وكيجري حتى واحد النهار صافي ما قدروش، كنقولوا هادشي بزاف عليا خاصني نحبس انا ما قدرش. خاص هذيك الكونسيبت ديال الايكليبر مهم بزاف، خاصك ديما تشوف واحد الوقيته صافي انا خاصني نحبس شويه، خاصني نقص شويه، هذيك الفرصه اللي جايه مهمه، بغيت ناخذ هذا البروجي جديد، ولكن الا خديتها واش نقدر عليها ولا ما قدرش عليها. سيرتو في البيديا هي سهالة، كتجيك فرصه باش دير هذا ودير هذا ودير هذا ودير هذا، واحد الوقيته كتعرق. هذه شي حاجه اللي هذا الشيء ديال الايكليبر مهم بزاف بزاف بزاف. والاخر حاجه اللي غنخليكم معها هذيك I am a woman what's your superpower. شوف انا سمح لي احمد ما نهجرش للرجال، ولكن العيالات تبارك الله تبارك الله تبارك الله عندهم واحد جد وواحد شيء حتى ساينتيفيكمون ils ont prouvé لي انا لو فات دو مالتي تاسك باش دير بزاف ديال الحوايج في مره، سي بوكو بلو فورت شي لي فام ك شي لي زوم. سي ان تريك سي بروفي ساينتيفيكمون باغ لي نيورولوغ لي انا سي لاكا. كيقولوا لي انا الرجال كانوا كيديروا لا شاس ا لونسيان، الرجال هما لي شاسور. الو لي رجال هما الى عطات لهم اون تاش لي خصهم يمشيو يدربها لي سون بلو افيكاس ك لي فام، ولكن لي فام ايزاتي لي ريكولتور، هما كانوا كيبقاو في لي فيلاج، هما لي كيزرعوا الزرع، هما لي كيجري لاغريكول، هما لي كيجري الدراري، هما لي كيجري بزاف ديال الحوايج. الو لي فام اون جينيرال
ils sont تبارك الله عليهم ils sont très forts à la fait de gérer plusieurs choses à la fois و هذه الصوره عزيزه عليا ولادي انا عندي ثلاثه ديال الولاد الكبير تبع عنده 10 سنين وعندي صغير يلاه دار 9 سنين لو دوزيام ديالها دار 9 سنين وصغير عنده 7 سنين و انا تولديت ودوز لقيته ديال الولاده وديال لي بيبي وكلشي دوزتها ودوزتها في هذه القيته اللي انا لونتربريز كان الخدمه مجهده وبزاف ديال لي ريسبونسابيليتي وكلشي ولكن حنا لي فام تبارك الله اون اريف ا جيري بوكو شوز على فوا واحد الحاجه حنا باش نرجعوا لواحد الكونسيبت ديال ايكليبري ناس كيسولوا بزاف كيف غادي ندير باش فيغ ايكليبغ بين الفامي بين العائله ولا المسؤوليه اللي عندي مع العائله وداكشي اللي بغيت ندير بالشركه ديالي وانا ديما كان عندي الافكار لان الحل واحد اللي كاين خاصك تدخل العائله معك في الشركه خاصهم انا ولادي كيجي معايا للخدمه ولادي كيحضروا معايا في لي سالون انا كنمشي لي سالون ديال سيبا سيكوريتي وكيمشيو معايا وهذيك الافكار انا خديتها من ماما وبابا فاش كنا صغار فاش كنا كاع صحاباتي كيمشيو في الاطلاق كيسافروا مع الوالدين كيمشيو للبحر كيمشيو للجبال كيمشيو لشي بلاصه زوينه انا ماما وبابا فصغاري في الاطلاق كنا كنسافروا كنا كنمشيو للي سالون ديال الاي تي ديال الانفورماتيك انا من صغرنا كبرنا مع داكشي وكنشوف هذيك التربيه اللي داروني يا ماما وبابا وكنقول انا استفدت بزاف منها لفت لي انا كان عندي 8 سنين 9 سنين 10 سنين وكنمشي كنتلقاو مع شركات ديال التكنولوجيا وكنعرف شنو كاين في المارشي وكلشي انا استفدت منها بزاف وانا كندير نفس الحاجه مع ولادي كندخلوا معايا في الشركه كيجي للخدمه كيتحلموا معايا كيهضروا معايا في لي زافيرمون هادي غير باش نقول لكم لي انا عارفه سرتو في المغرب سرتو بوغ لي العيالات اللي بغا يكبروا الشركات ديالهم كاين واحد لابريسيون اكستراوردينير لقاش باش تكوني انتربرونوز خاصك تكون امبليكي وخاصك تكون بريزون وخاصك تخدم بزاف وفي نفس الوقت في المغرب انت يا مره خاصك تقبل دارك خاصك تقبل ولاداتك خاصك تقبل كلشي وغير باش نقول لكم لي انا كنظن لي انا هادشي ماشي سهله ما كنقولش لي انا هادشي سهله ولكن الا قلتي من الاول انا بغيت كلشي بحال انا من الاول بغيت نكبر الشركه ديالي بغيت نكون انتربرونوز بغيت نكون عندي شركه كبيره وفيها ناس كثير داكشي ولكن في نفس الوقت انا بغيت نكون ماما انا ماشي غادي ندير هذا وما نديرش هذا هذا كلشي كان مهم ليا وانا قلت واخا صعيب انا غادي نقلب على حل باش نخرج كلشي وندير كاع داكشي اللي بغيت ماشي الحلم ديالي غير شركه والحلم ديالي غير الدراري انا من الاول كان عندي الافكار اللي بغيت نوصل لكلشي بغيت ندير هذا وبغيت ندير هذا وبغيت ندير هذا بغيت نخدم في الاسوسياتيف اللي كندير بزاف دابا سي حمان انا عارفه انا جو سوي انا في بلاصه ديال لي كونساي ديمينستراسيون تنخدم مع جامعه الاطلس كبير انا في الكونساي ديمينستراسيون ديال المدرسه الامريكيه ديال الرباط انا بيان سور ما دورتك ومساكن شي عامات اللي كتقول وقت في النهار ما كافياش باش ندير كلشي ولكن غير بغيت ندوز لكم المساج لان يفو جامي سو استيمي لي فام العيالة تبارك الله عليهم عندهم واحد الجد وهذيك الجد ما نساهاش وتستملها ان شاء الله باش توصل لداكشي اللي بغيتو شكرا جزيلا و انا معكم الى عندكم شي سؤال شي موضوع بغيتوا تحضروا عليها انا معكم شكرا بزاف سوزان شكرا جزيلا بحال العاده كوم دابيتود عودتينا انه الطريقه ديالك كيفاش كتتكلم على ليستوار ديالك على التجربه ديالك على كيفاش كتقدر
توازي ما بين الخدمه ديالك، ما بين الحياه العائليه ديالك، ما بين لاسوسياتيف، بواحد الطريقه اللي بالفعل ملهمه، بالفعل فيها a lot of inspiration. وانا متاكد انه حتى السيدات اللي معنا اليوم واللي يلا دخلوا لهذا البرنامج ديال دوارتك في هذه النسخه الاولى ديالو ديال كلشي ازمو قابله، انا متاكد انهم كيشاطروني الراي. وباش تكون الاستفاده اكثر، ف مفتوح لكم دابا المجال باش انتراكت مع سوزان. يعني عندكم اي اسئله او لا ملاحظه او لا اي حاجه بغيت تشاركوها مع سوزان ومع الفريق، فمرحبا، تفضلوا. اللي بغات تتكلم تفتح الميكرو وتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام هند. مدام سوزان، شكرا على هذه المداخله ديالك، وشكرا بزاف على هذا الشيء اللي عاودتي لنا والاستوار ديالك. تبعنا انا غنستنسيرو منها ان شاء الله. واللي بغا نسولك هو واحد الحاجه، هو عندنا حنا جايين كان انا وهزار باش غنديروا الكونتربريز ديالنا ان شاء الله، وانا غنمشيو للدول الاخرين ان شاء الله. ولكن اللي بغا نسول عليه، قال انت جيتي من الامريكان، ما كتفهميني. كتفهمك أيه، أنا جيت من أمريكا أيه. جيتي لبلاد أخرى، دونك شنو هما الحوايج اللي واجهوك كأول مرة؟ ستيب الحوايج اللي واجهوك فاش مشيتي لبلاد أخرى باش تحاول باش تبني أونتربريز فيها. انا قطعت لي الصوت شويه في الاخر، انا سمعت كلشي حتى السول ما سمعتهاش، قطعت الصوت. سوزان تكلمات الجواب ديال هند، ناحيه هند تقطع ليها الكونيكسيون. السؤال ديالها هو اشنو هما الصعوبات تشالنجز اللي لقيتي في المغرب فاش بغيتي تدخل المشروع ديالك؟ ياك وهذا الشيء اللي بغيت تقولها هند ديالك صح. الصعوبات اللي واجهتيها فاش مشيتي لبلاد اخرى، نزل على بحال البروسيدور وداك الشيء كامل اللي في بلادك ولقيتيها في بلاد اخرى، كيفاش حاولتي تواجهها دوك التشالنج اللي لقيتيها؟ شوفي هذيك، شكرا بزاف هان، شكرا جزيلا. وشوفي كاين شي تشالنج اللي انا كيكونوا بحال فين كنتي، وكاين شي حوايج اللي كاينين خاص ديال البلاصه اللي انتيا فيها. انا نقول لك بالنسبه ديال المغرب، داكشي ديال الاداره والوراق داكشي شويه ثقيل، ولكن الحمد لله ماليسياري انا خدامنا فاش بدينا شركه، خدامنا ماليسياري مال سنتر ريجيونال دانفستيزمون، حنا فاش خدامنا معهم عاونونا في بزاف ديال الحوايج، لوقاش داكشي ديال الوراق والكراسيون ديال لونتربريز وداكشي كان شويه صعيب باش تفهمها. ولكن واحد الحاجه اللي انا تعلمت، واحد المثل المغربي كيقولوا اللي عندهم فمهم ما كيتلفوش، هادي مهم بزاف. انا في الاول بزاف ديال الحوايج ما كنتش كنفهمهم، بالنسبه ديال لو كوتي، واش لو كوتي فيسكال، لو كوتي ادمنستراتيف، لو كوتي اداره الوراق داكشي. ولكن انا الحمد لله، شوف حنا عندنا هاد التيرم، وهاد التيرم كيقولوا ما كيحشموش بحال شي حاجه خايبه، ولكن الا بغيتي تكون الا بغيتي تمشي بعيد في الشركه ما خصكش تحشمي بزاف، خصك تمشي عند اي واحد وتوليهم قول لهم هاد الشيء ما فهمتهاش. انا مثلا في امريكان كاين بزاف ديال المعلومات اللي تقدر تلقاهم مسهالين، كتمشي للانترنت وكتقلب وكتشوف لي سيت ويب وكتفهم كلشي. هنايا في المغرب بزاف ديال الحوايج اللي بغيت نفهمهم ما لقيتش شي بلاصه اللي نقدر نمشي وناخذ المعلومات. الحاجه واحده اللي لقيت خصك تسول. انا كنمشي عند كلشي، كنمشي للسياري، كنمشي عند لوفيس، كنطلع عند الدي جي اي، كنطلع عند الديوانه، كنمشي كندق في الباب ديال الديوانه، كنقول لهم عندي واحد السؤال على اتفاقيه تجاره هرم امريكان بغيت نفهمها، خاصني نعرف مع من غادي نشوف. هذوك هو الحوايج اللي كانوا صعيب شويه في الاول باش تجيب المعلومات. والحاجه الثانيه اللي صعيبه بزاف في المغرب هي الفينانسمون. الفينانسمون في المغرب
في امريكان الا عندك شي افكار بغيتي دير شركه وكتمشي عند البنك وكتشعل لهم داكشي اللي بغيتي دير سهل شويه باش يتعاونك الفلوس. وحنايا لقيت لي انا هادشي صعيب بزاف، تبدلت شويه. دابا كاين البرنامج، كاين البرنامجات اللي كيعاونوا لي شاب دونتربريز لي بيتيت دونتربريز داكشي، ولكن انا فاش جيت في 2008 لقيت لي انا فريمون هادشي ديال البنك صعيب بزاف. حنا فاش جينا عقلت حنا في امريكان بحال كتمشي كتحط واحد البيزنس بلان عند واحد البلان ديال لونتربريز ولا بروجيكسيون فينانسيير، داكشي كتحط مع البنك وكتقول لهم بغيت ناخذ كريديت بوغ فينانسي لي بيزنس، كيقراو داكشي وصافي وكيقول لك مزيان صافي غادي نخلي لك واحد لين باش تفينانسي البيزنس. هنايا اول مره هضرنا مع البنكه قالوا لي شنو الحاجه اللي غادي دير لي تيفا ايبوتيكي، انا غادي تحط باش تاخذ الكريديت. وهادشي اللي جاني فريمون صعيب بزاف الاول، ولكن الحمد لله عاوتاني كنقول ما تحشميش تمشي للي بنكات كاملين، الا ما استقبلكش التجاري سير عند البنك الشعبي، الا ما استقبلش البنك الشعبي سير عند سي اف جي، الا ما استقبلش سي اف جي سير عندهم. هادشي اللي هي اللي صعيبه. شكرا شكرا لك وهجيب. خديجة إذا بغيتي تفتح الميكرو ديالك وتعاود دير الملاحظة ديالك تفضلي. مرحبا خديجة. سلام مدام سوزان. سلام عليكم خديجة، كنسمعك مزيان. لاباس كلشي مزيان. أول حاجة شكرا بزاف اللي باركي كتعطي الصحة طلاب، لكن تحفيز بزاف أن البنادم ما يكونش فين ما قلتي عنده شي عقله يقول لا انا ما نقدرش ولا لا انا من ولكن بنسولك كيفاش تعاملتي مع اللغه، زعما اللغه دغيا هذا ما ديال الحاجه اللي خلعاني في القضيه هي تاع الانجلي عندي شويه ناقصه، ولكن ندافع معايا ان شاء الله. كما قلت لك فاش شفتك سبحان الله ما جبتي عجبتني هضرتك وقلت علاش في حاجه ما توقف عندي هنايا غنتعلم ليها، الا كانت هي الحاجه اللي غتمرضني غنتعلم ليها باذن الله ان شاء الله. شوفي اختي خديجه انجليزيه سهله، انت شحال ديال اللغات كتهضري؟ شنو اللي كتهضري في اللغات؟ كتهضري الدارجه؟ بطبيعه الحال مغربيه الدارجه هي اللغه الفصحى في الشام. دابا انا لونجلي كنفهمها غير وكان شويه كنخاف عندي داك كنقول واقيلا الفرنسي شويه، لونجلي كنفهم شويه ولكن ما عنديش مستوى نيتني تفهم مزيان. غادي ندابز معاك كما قلت لك هذه القضيه حفزتني انا نتعلم حتى اللغه، هذه من الحوايج بدا لي اول حاجه ابار داكشي اللي بغيت ندير ولا داك المشروع اللي غادي ندير ولا اللي غنخدم عليه، بعدا قلت نتعلم اللغه حيت تبارك الله شفت المستويات وشفت الناس صحه الله اللي كيهضروا عجبني الحال، عجبني الحال بزاف يعني ما نخليش كما. وانت شنو الشركه ديالك فاش من دومين كتخدمي؟ الخياطه. تبارك الله عليك. يلا بديت الخياطه كاين واحد الفرصه كبيره 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 باش تصيفط داكشي لبرا، داكشي كاين واحد الفرصه كبيره. عندي واحد نعرفك بواحد السيده اللي كاينه في مراكش، واحد صاحبتي مغربيه امريكانيه وحتى هي كتعاون لك يديروا الخياطه باش يديروا واحد الماركت بليس باش يصيفطوا داكشي لبرا. ولكن في الكوشي شوفي في الكوشي الانجليزيه مهمه، انا المغرب نقول لك من هنا واحد شويه غادي نجري على اللغه الفرنسويه، ما غاديش تبقى ان شاء الله. اللغه العالميه اللي ولات هي اللغه الانجليزيه. وشوفي واحد الحاجه اللي نقول لك واحد الحاجه اللي زوينه بالانجليزيه، انا تعلمت فرنسويه وتعلمت عربيه. فرنسويه كنهضر بها مزيان ولكن مره باقي كنحشم بها، علاش؟ لقاش فرنساويين الا درتي غير شي غلطه صغيره بالفرنساويه يهبطك يشوفك بحال شي هبطه، علاش قلتي لا قلتي لا. اللي زوين بزاف اللي غادي يشجلك بالانجليزيه اختي خديجه سكو حنا لي زونغلوفون الناس اللي كيهضروا بالانجليزيه
ماشي بحال الناس اللي كيهضر بها الفرنساويه، عندهم التواصل اللي هو اللي مهم. واش انا فهمتك فهمتيني صافي، ما كاينش داكشي ديال علاش غلطتي، علاش قلتي لا ماشي لا. وهذه كتخليك تزيد قدام. القاشي الا كتهضري غير شويه تقدر تلقى ما من تحضر اللي غادي يعاونك، اللي غادي يهضر معاك، وما كاينش اللي غادي يضحك عليك. انا فتح قوي ديال الفرنساويين، انا نقول لك واخا كنقول كنهضر بالسيامه الفرنساويين كدير غير لا عندي مشكل ديال لا كيضحكوا عليك، وما كتجيش باش تزيد تهضر باللغه. ولكن بالانجليزيه الحمد لله غادي تلقى ما من تهضري ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا بوكو بوكو بوكو، شكرا. الله يبارك فيك اختي خديجه، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كديره لاباس عليك؟ لاباس عليك اختي عتيكه، كديره لاباس عليك؟ الحمد لله. اول حاجه بعدا شكرا بزاف على الحضور ديالك وانك حفزتينا. شكرا اختي. اول حاجه بعدا انا الاكسبيرينس ديالك عشت منها، انا كنعيش منها واحد بالنسبه للتي خصك تكوني انتربرونور وفي نفس الوقت تكوني مامو. ما سهلاش تيكونوا كتجيبي واحد العرام في المشاكل الدار وكتجي تلقاي ثاني الوليدات وخصهم يقراو وخصهم بزاف د الحوايج، ولكن الحمد لله حنا ماشيين. ثاني حاجه هو الانسان ديما يتشبت بالحلم ديالو غادي يوصل ليه، الطريق ما غاديش يكون سهل ولكن ان شاء الله غادي يوصل ليه. شكرا لك، شكرا لك بزاف لانك زدتي حفزتيني بالزيت. شوفي اختي عتيكه، انا غنقول لك الواحد البحث اللي داروها في امريكا هادي واحد 3 سنين دابا، وحنا لي مامون توجور on a l'habitude de se culpabiliser. كنقول انا دابا خدامه وخصني نكون مع ولادي، ولا انا مع ولادي وانا خاصني نكون في الخدمه. ديما كنعاود واحد السينما في راسنا. وانا كنت فرحانه بزاف، انا ديما كان عندي ديما حنا كنقولوا وإلا كانت الماما في الدار ديما وكتربي ولادها وديما مع ولادها غادي تعاون ولادها أكثر من الماما اللي خرجة اللي خدامة اللي عندها مسؤولية بزاف في الشركة. خرجت واحد البحث هذه 3 سنين وقالوا لي أنا الوالدين لي أنا لي ماما كيكونوا خدمين، وصرتوا لي أنا لي ماما كيكونوا مولات الشركة في بزاف ديال الحوايج كيكبروا حسن من هذوك اللي انا ماماهم في الدار. والا الا فاش كتقولها غادي تقول عكس وهذا عنده ماما ديما في الدار، ماما كتكون كتغسل الخضر كل نهار وكتلبس يوك الصباح وكتكون فاش كيجي من الدار في العشيه. ولكن قالوا لي انا دراري فاش كيشوفوا المراه خدامه، والمراه كتكون المراه اللي خدامه اللي كتخرج اللي عندها شركه ديالها، حتى هي غادي تجيب بزاف ديال الافكار للدار والدراري غادي يستفتوا منها، وغادي يشوفوا الماما اللي خدامه وغادي يقولوا غادي يتعلموا منها بزاف ديال الحوايج. لان شافوا فريمون دير واحد البحث كبير على هذا الشيء، وقالوا العكس، قالوا الدراري اللي انا لي ماما كتكون عندهم شركه ديالهم في الاخر تيخرجوا احسن من هذوك اللي الماما قصه في الدار. فعلا. والوليدات انا عندي بنيه دائما تشوفني بحال هكا وكتدي معايا البيرو تتشوف هذا، دائما تتقول لي ماما انا فخوره بك، يعني بحال انا ملي كتقول لي هذيك فخوره بك انا كتزيد تشجعني مازال. ما نقولش ما كيطلعش ليا الدم بعض المرات، كنقول انا ماني كون غير بقيت جالسه ولا كون غير بقيت خدامه كنت في البيرو هذا، وعلاش نمشي ندير بروجي بوحدي وهذا ما ساهلش. ولكن ملي كتسمعي بحال هكا كتعاود تزيد تشجعي بزاف. ايوا شوفي ان شاء الله الدراري يكبروا ويديروا نفس الحاجه بحال انا كبرت ماما بحال هكا، ماما كانت بحال هكا، ماما ديما مع الشريكه وداك الشيء، وانا تعلمت منها بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. شكرا بزاف. لا شكرا اختي عتيكة، الله يعاونك. السلام عليكم. حفتك الوالدات.
السلام عليكم مدام سوزان، مسيو أحمد، كاع البنات اللي معنا. الاسم ديالي فردوس بالحمادية. It's an honor to meet you today. ما عادش نهضر بالانجلش حيت انتي تبارك الله هضرتي بغيتي. No, it's okay. والله حيت انتي تبارك الله هضرتي معنا بالدارجة وبالمغربية، اللهم نكملوا حتى حنايا بالدارجة. انا يا ان شاء الله مقاولة جديدة، يلا بادية. صراحة كي قلتي وكي هضرتي في الاول، فكيتمنى لك هضرتي على جداتك، هضرتي على الام ديالك. سبحان الله كتلقى البنات كيتانسبيرو سورتو من الكوتي، ماشي صراحه ماشي غير من لي بابا، ولكن سورتو حتى لي مامو. انا جداتي كانت هي تبارك الله عشت في هذيك لاش فاش كانوا الحروب وهذا، ولدات تبارك الله 12 ولد وبنت وكبراتهم. ما كانتش قريه، ما كانت اش غنقول لك، عندها واحد العقل. بنات الدار تقول اركيتيكت، كدير الهندسه. وسمحوا لي شويه على الصداع، راني جالسه في بلاصه الخدمه. وكانت حتى هي تتانسبيريني صراحه. الوالده ديالي حتى هي خدامه موظفه، وكانت كتانسبيريني بالخدمه ديالها. الوغ كو الفكره منين جاتني باش ندير المقاوله، كانت من مورا كورونا، من مورا ما كنت خدامه ماناجر في سيرف كلوب. كنت كنبيع لي كوغيتو، وكان واحد البوزوا عندنا في مدينه الصويره، اللي هو ما كاينش بلاصه فين يديروا تو ريبير ذير سيرف بوردز والكايتس والكاع الماتيريالز. سو كانوا ديما الناس كيجيو تيسولوني على فين نقدروا نديروا الريباراسيون، تنقول لهم ما كاينش، كاين غير تيديروا غير ديباناج ايتو. الوغ كو ملي جاتني الفرصه دست قلت لو بروجي شنو هو، الوغ كو نوفر لهم هذاك لو سيرفيس اللي خاصهم، اللي هو سيرفيس ريباراسيون. بديت مع ماروك انوف، قدمت لهم بروجي ديالي تاع سوسيتي تاع ريباراسيون ماتيريس بورنوتيك، دست معاهم الحمد لله. و دورون تاع هذاك لو بروجي وليت كنشوف واحد البروجي اخر اللي هو اللي قلتي لينا يكون عندك واحد الفيجن. سو الفيجن بدات كتبان وكتوضح وكتكبر، اللي هي ماشي بغيت غير ندير الريباراسيون بوحدها، بغيت ندير لا فابريكاسيون كي قلت لمسيو احمد لا ديرنيغ فوا، يكون المغرب هو الاول في الاول بلد عربي افريقي تيدير لا فابريكاسيون تاع الماتيريال سبورنوتيك، بيسكو كنشريو كلشي من على برا. غير لا ديرنيغ فوا جي كونتاكتي دي فورنيسور كاينين فلاشين فلاميريك ولا فلوروب، وكتوحل ديما باش تجيب مثلا ماتيريال كيكون شير اي انسي دفي، كتخلص عليه غير خصك تخلص عليه الدار لا دوان. المهم تنقول علاش لا عندنا لا كاباسيتي، عندنا المان دوفر، عندنا كلشي لي موايا باش نديروها. هذا كيبقى واحد لو بروجي اللي باقي خدامه عليه، مازال خاص واحد لا فورتين، خاص بزاف تاع لانفستيسمون الدراسه. هو الفيجن صراحه سو كلير، وما كرهش نبداها من دابا، ماشي من غدا ولا زعما حاليا، ولكن ان شاء الله نخدموا عليها بتي بتي. لينا شرف اننا كنسمعوا النساء تبارك الله كيعطيو. انا صراحه انا ماشي بغيت ندير شركه بغاش يكونوا الفلوس، الفلوس سيغت كنديروا، خصنا نديروهم باش نعملوا الخير وهذا، ماشي غير باش نقولوا كي كنقولوا نشري طوموبيل ولا بالعكس، باش نخلقوا فرص لي جون اللي كاينين وباغيين يخدموا، كاينين بزاف. وحتى حنا طحنا في لا سيتوياسيون تاع شوماج في واحد لو مومون. انا جو سوي اون فام ديفورسي، عندي بنيته، دونك بغيت بنتي منين تكبر ما يخصها حتى شي حاجه، تشوف ماماها كيفاش هي خدامه، ماشي تولي بحال ماما، تولي حسن من ماما. وفوالا سمحوا لي كثرت شي شويه. تبارك الله عليك فرجت ارسي. انا استفدت من هذاك القصه ديالك بزاف، ونقول لك انا كاين ثلاثه ديال الحوايج دي غراند ايدي اللي قلتي في الهضره ديالك اللي مهمين بزاف بزاف بزاف. انا نقول لك، كنقول ديما الا غادي الا بغيتي تمشي بعيد شركه، دري شي حاجه اللي كتعرفيه. بحال انتيا كان عندك واحد التجربه في واحد الدومين اللي انا بزاف ديال الناس ما كيفهموهاش. دي فوا الا مشيتي في جي دومين اللي ديجا عندك تجربه فيها، اللي ديجا عندك
انت غادي تكوني ديما قدام الاخرين باش نرجعوا لهاد الشيء ديال لي كونكورون داكشي بحال انا بون غدا نقدر نمشي انا ونحل ان ايكول دو سيرف ونحل ان فابريكون ديال سيرف وورد ولا شي حاجه ولكن هادشي ما كنعرفهاش ما عندي حتى شي كومبيتونس ما عندي حتى شي ايدي سور لو مارشي ولكن انت تبارك الله جيتي بشي حاجه اللي انت عارفاها لقاش انا عارف كاين شي ناس اللي باقي كيقلبوا على افكار شنو غادي ندير في الشركه داكشي ديما قلبي ما تمشيش بعيد قلبي على داكشي اللي قريب اللي كتعرفي هذاك شي حاجه مهمه اللي درتي وشوفي هاد الافكار ديال فابريكاسيون سي اون سوبر بون ايدي عرفتي سي وانت دابا رجيتي هاد البوان ديال الفينانسمون بحال دابا نورمالمون بزاف ديال الفرصات في العالم الا مشيتي وقلتي شوف عندي انا خاصني 200 مليون ولا 300 مليون باش ندخل هذاك لي كيفو ولكن الا دخلتهم ولا شنو غادي نخرج منهم شنو الفابريكاسيون اللي غادي ندير شنو هذا لو بانك غادي يشوف داكشي غادي يقول هادشي باين باين سي لو موديل خدام انا نتهاو لك الفلوس باش تدخلي لي كيفو وانت حتى كتبعي لي سيرفور داكشي ابري عاد غادي ترجع لي الفلوس ولكن هنايا داكشي صعيب شويه كاين واحد افكار اخر اللي تقدر تري فيها دي فير اون اليونس سورتو في لي كنقول في لي اندستري مثلا واش كاين لي زوتر تقدر تكون شركات اللي كاينين في المغرب اللي عندهم نفس لي زيكيبمون وما خدمينش في الدومين ديالك يفابريك دي شوز دون لي زوتر دومين ولكن عندهم نفس لي زيكيبمون اللي انا انت تقدر تخدمي معهم وتستعملي هذيك لي زيكيبمون ديالو بحال سو تريتونس حتى كتوصلي واحد النيفو اللي انا تقدر تشري لي زيكيبمون ديالك شوفي شوفي احمد غادي تبا بارطاجي مون ايميل ابري وي بيان سور سي تو فيل بيان سور جو لي بارطاجي افيك سيت الايميل ديال الجروب اختي بروجوز عافاك شرح لي لي زيكيبمون لي كتهجي بوغ فير لا فابريكاسيون عندي بزاف ديال لي زامي لي عندهم لي سوسيتي دو برودكسيون اندستريال غادي نتسوال ونشوف واش ممكن كاين شي واحد اللي يقدر بحال تقدر دير سو تريتونس ولا شي حاجه عندهم حتى كتكون عندك لي زيكيبمون ديالك ان شاء الله داكو ميرسي انفيموس ثانك يو سو ماتش شكرا على هويجي وتبارك الله عليك الانجليزيه شوف خديجه وي مدام انا خديجه باقي معنا وي مدام وي كاينه معكم وي وخديجه خاصك تسحبي مزيان ما فردوس 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 على واحد الانجليزيه مزيانه بزاف تبارك الله عليها غنقول لك حاجه غادي تجلسي معها وهي اللي غادي تعلمك الانجليزيه مرحبا على ميجي سوري بغات نيكست مونث غيكون عندها ان شاء الله 6 years old so منين تزادت انا كنت عايشه في فرنسا ودخلت المغرب ومنين تزادت كنت كنهضر معها عربيه فرنسي الوغ كو دابا هي كتهضر انجلش سو ملي كنكونوا خارجين تقول لي ماما ليتس جو هاوس بارك الله عليها والاكسنت الله عليها والله يحفظها لك امين احفظ لك وليداتك حتى انت ثانك يو سو ماتش يا ربي امين يا ربي امين لو الى كاين اي سؤال اخر ولا اي حاجه اخرى باش نشاركوها مع سوزان ما حد باقي اوكي حنا نورمالمون كملنا ولكن الى كاين شي سؤال اخر اولا شي حاجه اخيره بغيتو تشاركوها مع سوزان ولا مع الفريق مرحبا السلام عليكم فاطمه زهرة مرحبا اهلا وسهلا فتيحه تفضلي فتيحه كنسمعوك بعدا شكرا بزاف على لو بارطاج ديال ليكسبيريونس ديال مدام زوزان الو كنسمعك فتيحه وي دونك بغيت غير نسول هي قالت لينا فاش قلتي لنا فاش جيتي تقريتي في المغرب لقيتي دي زوبورتينيتي هنا يعني بان لك بلاد ديال لي زوبورتينيتي بغيت نعرف حيت حنايا يمكن هنايا في المغرب والناس اللي معبروا مشاو بالضبط كيبان لهم راه البلدان الاخرى هي اللي البلاد ديال لي زوبورتينيتي كيفاش زعما المغرب هو البلاد ديال لي زوبورتينيتي هذه من جهه من جهه اخرى بغيت غير زعما كاضافه نقول لك انا راه كنهضر بالصحه ولا بغيتي نعلمك راه
انا راه كاينه هنايا. اوا شكرا بزاف يا شكرا بزاف. انت فين ساكنه؟ فين البلاصه؟ انا كاينه في سميمو ولكن قدرت عرفتي سميمو. كنعرف سميمو مزيان. سميمو كيف راك تمنير باش كتمشي من الصوير لتمنير كدوز على سميمو؟ ولكن الاصل ديالي من اي تاودي لا كنتي كتعرفيها. هيا ايوا ما تشرفين فاتيها بارك الله فيك. على سولتي شوفي حنا لي زوبورتونيتي اللي كاينين في المغرب حنا كنقولوا الا كتشوف شي حاجه ماشي سهله مره هذيك ما مزيانش ومره مزيان. فاش كتكون شي حاجه ماشي سهله ما غاديش تكون عندك الكومبيتيسيون بزاف، ماشي كلشي اللي غادي يوصلوا ليها. هو انا كنظن في المغرب كاين الفرص بزاف، لقاش ماشي كلشي حنا كنهضروا بزاف بالانجليزيه على ريسك ريسك اند ريسك افيرجن. شنو هي الريسك؟ ما كاينش كاع بالعربيه، شنو كيف كنقولوا الريسك؟ مجازفه خطر. لا بلوتو مجازفه. مجازفه خطر مجازف يعني كتخطر، تقدر تقولها كتخطر بلوتو بلوتو مجازفه. بحال دابا خاصك جو ريسك الخطر الخطر باش بزاف ديال الناس بغا يبقاو في داكشي اللي كيعرفوا. بحال دابا حنا كنقولوا انا كنت واحد البنت خدامه معنا واحد الوقيته باباها قل تبرط عليها الخدمه في بنك المغرب في شي اورغانيزاسيون اتاتيك وداكشي، وخرجت من عندنا وخرجت منا كتبكي وكتقول يا انا ما بغيتش نخرج، انا الخدمه ديالي حنايا عجبتني والسالير حسن، انا غادي نمشي تما غتكون السالير ديالي المنضبط ديالي ناقصه. ولكن بابا قال لي اللي انا احسن تخدمي في الحكومه من تخدمي في البريفي، لقاش فيها موان دي ريسك. و دابا عاوتاني كاين نفس الحاجه مع شركات، الناس اللي غادي يقول لك واش غير تخدمي، الا خدمتي غادي يجيك المنظر كل شهر، غادي يجيك هكا، غادي يكون عندك هذا، علاش غادي تمشي وتقلبي على مشاكل باش دير شي حاجه ديالك؟ ولكن عاوتاني هاد الافكار هكا كتحبس بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس اللي بحال دابا في امريكا حنا كنقولوا الا جربتي شي حاجه وخسرتي مزيان مزيان تعلمتي منها، تعلمتي منها ومره شايفاش غادي تديري شي حاجه جديد ما غاديش ديري نفس الغلطه لقاش تعلمتي. ولكن هنايا انا القصيره شي حاجه خايبه ما خصكش الا غادي ديري شي حاجه ما كاينش هاد الافكار بزاف ديال ما كاينش الافكار بزاف ديال مزيان باش تجرب واخا ما نجاتيش مزيان باش تجرب وغادي تعلم منها وغادي تستفد منها. وهادشي كتخلي بزاف ديال لي زوبورتونيتي اللي انا الناس ما كيمشوش ليهم، بحال القصه ديال اختي في الردوس قبيله، هادي واحد الافكار مزيان فاش سمعتها عجبتني بصح. هو المغرب وانا كنعرف بزاف ديال الناس هنايا اللي كيديروا كايت اللي كيديروا الصرف اللي كيديروا هذا وكلهم كيجيبوا داكشي ديالهم من برا، وصعيب عليهم باش يجيبوها من برا، هو الا كان الفرصه باش يشريها هنايا غادي يديروها. ولكن علاش شي واحد ما عمر دارها ما ديروهاش؟ لقاش هذه فرصه كبيره، فرصه كبيره، كاين بزاف ديال الفرص بحال هكا في المغرب. ولكن اللي غادي يقولوا صافي انا غادي نديرها، و هادشي اللي كتخلي بزاف ديال الفرص اللي كاينين في المغرب اللي ما كاينش. بحال دابا في امريكان بحال غادي تلقاو 200 واحد اللي كيديروا شي حاجه، كيكون شي فرصه مزيانه، فرصه مزيانه 100 واحد اللي غادي يمشيو ليها. هنايا تقدر تكون فرصه مزيانه وحتى واحد غادي يجرب باش يمشي ليها. هذيك ديك هو اللي شفت مال الفرص اللي كاين في المغرب. داكو ميرسي بوكو مدام سوزان. غي بغيت عين نطلق على لو بروجي ديالي. انا نورمالمون خريجه ديال اكاديميه الفرنسيه، اكاديميه ديال الثقافه، يعني كنديروا لاحظ زعما
مثلا كانت ديال البيتيساج تراديسيونيل يعني لا فابريكاسيون ديال البيتي تراديسيونيل ولي بابي تراديسيونيل. و بوندون دي ستاج تعلمت لا بوبري تاعي. دونك شنو كنديرو كنديرو نورمالمون لاميناجمون لا ديكوراسيون دانتيريور واحد ستيل كي فالوريزي لارتيزانا ماروكان. دونك فوالا وي تبارك الله عليك انت شتي لي ايميل عندي واحد البروجي بغيت نشوفها معك سوبر حلو اكيد. اوكي سوزان ما سخيناش بك نعاودوا ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله اكيد سيغتالمون كما قلتي في الاول هذا نهار طبوزي كما كتقولي انت شكرا بزاف على كل شيء على الروح المرحه ديالك وعلى الضحك ديالك وعلى كل شيء الطريقه باش كتقدمي سوزان شكرا لانك معنا شكرا لانك اليوم ني الهمتينا والهمتي اكيد المشاركات بالافكار ديالك تبارك الله بالتجربه ديالك بالشغف ديالك ايضا اللي حولتيه من اللي دات من حلم الحقيقه في الواقع ديال العالم ديال المقاوله. وانا متاكد انه ان شاء الله في وحده من الورشات اللي غادي تكون عندنا one of the workshops the coming workshops كنتمنى على الله ان سوزان تكوني حاضره معنا في الصويره ان شاء الله الرحمن الرحيم باش ان شاء الله نتمنى تكون يعني واحد الدايركت انتراكشن ما بينكم ما بين المشاركات ديالنا ما بين البارتيسيبانتس ديالنا لانه اكيد غادي يكون الفرق. وهانتي عندك دابا اليوم عندك العرض انت غادي تعلميهم شي حالات هما غادي يعلموك الشلحه والشلحه راه تقدر فاتحه تعلمك الشلحه ا ديستانس فوالا ريموتلي وفوالا مره اخرى شكرا شكرا لكل شيء وانتم كنشكركم على الانتراكشن ديالكم على الاسئله ديالكم على التفاعل ديالكم مع سوزان. وسوزان نخلي الكلمه اخيره قبل ما نختموا نخليك انت تكتمي السيشن مع سوزان فوالا. شوف انا غير نقول لكم تبارك الله عليكم والعونكم والله يصحى عليكم وان شاء الله غير خاصكم هذاك الحلم ديالكم ما نلاش جامي تبقاو معها وتمشي حتى الاخر ان شاء الله وغادي توصلوا ان شاء الله والله يصحى عليكم والله يعاونكم. شكرا جزيلا شكرا مدام سوزان شكرا بزاف شكرا بزاف ميرسي شكرا عليكم ونشوفكم غدا ان شاء الله في الويكلي سيشن مع سبعة ان شاء الله بحول الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله شكرا لكم هاي سوزان شكرا لك يلا تشاو مع السلامه.